جاية. شو رأيك بصالح الجسمي وبريم حسين؟ أمانة أحسه شو، تبيني أقول لكم الصراحة، أحسه شو. هو مو يقول إنه محامي، ارفع عليه قضية دايركت. إيش حقك قاعد تنزل يا أما تهددها يا أما تسكرين سنابتش يا أما وش تكي عليها؟ هي وافدة، هي وافدة في الإمارات، شرط أي كل العرب على عيننا وراسنا، كل عيال يعني خلق الله ضيوف بقلوبنا قبل أرضنا. لكن شرط المواطنة الصالحة إن تحترم قوانين البلد، لا يتم تجاوز القوانين الموجودة الأخلاقية كلها. أنتوا قاعد تشوفون المرأة قاعد تستخدم ثانك يو العاشق على التاج، أنت الكينج يعني. ارفع عليها قضية، اطلع عليها، ارفع عليها قضية وطالب انها تاخذ حكم قانوني ويتم ترحيلها من البلد، الغاء اقامتها، انتهى خلصنا. وتوتة توتة خلص الحدوتة. ثانك يو ثانك يو ثانك يو 2018. فيعني جماعة شو الموضوع؟ يعني انتو نفس الفن كل شوي منزل فيديو صالح الجسمي ويهددها يا تسكرين انت شكو. وزارة الداخلية تسكر هي سنابها، هي قادرة، هي تقدر عن طريق اذا لقت انها في ادانة عليها هي تخاطب الجهة المعنية السناب ان هذا السناب قاعد يسوي كيت وكيت وكيت وهذا مخالف للقوانين، يسكرون العيا. فالوضع وايد سهل. انا لا احب مريم حسين ولا اكرهها، ما عندي مشاعر تجاهها امانه، انا ما اكرهها. انا كل مره طلعت تكلمت انا قلت انا عندي اثنين ما احبهم، ريايل مو حريم. والله ما اعرف منو سعاد سلمان، والله العظيم ما اعرف منو سعاد سلمان. يعني شلون اتكلم عن وحده انا ما اعرفها؟ والله ما اعرفها، والله حلفت بالله. تصدقون ولا ما تصدقون؟ في يعني في اكبر من الله الواحد يحلف فيه؟ والله ما اعرف. يبا عقيل لا اكرهه ولا احبه، شخصيته ما ناسبتني، صكيته بلوك انتهى، وانفولو وريحت راسي. أمه وإخوانه وأهله هم يتحملونه، أنا ما أتحمله. دز لي مسجات فويس إنه يبي يوضح الخطأ اللي هو ارتكبه. ثانك يو العاشق، ثانك يو ثانك يو على شجرة الكريسماس، ما تحرمش. خلاص أنا وصلت، لأنه مو أول مرة يدعي علي، يعني دعى علي إن أنا طلبته أيام ما كان مع آلاء الهندي مو مع فرح. كذاب يجيب لي مسج، ما في اتصالات حتى بيني وبينه، معقولة أنا أبي بني آدم ما أدق عليه؟ ودع علينا طلب الإعداد. أنا تعبت وأنا أقول لا أكبر منه ولا أصغر منه يطلب مني إعداد، وأعتقد الكل يشوف إن أنا أطلع إيدي فاضية لما يكون معي ضيف، ما عندي إعداد. أنا ما أمسك الكروت يا عمري، والحكي يتسوى مع أشخاص آخرين ممكن يقبلون. ميتين عليك إنه يبونك في هذا ثاني شيء، ويقول أنا قررت ما أطلع لقاءات. انت قاعد تطلع حتى ثانك يو ملوكه
انت قاعد تطلع لقاءات حتى في اليوتيوب، برامج من حمد النجادي وغير وغير وغير. فانت اساس، انت اساسا مستهلك مش عايزاك. ثاني شيء بسكم، بسالكم سؤال بيبش، انا ترى لو لك بيبه بين ايام علاء الهندي، علاء عندها سي في اكبر من عقيل، انا اجيب عقيل ساعتين في ثانك يو فرع، في هو ما عنده غير اربع مسلسلات من خمسه، ثانك يو فرع ثانك انت الاروع بس. وانا ما حاكي اساسا، انا حاكيت اخته لانه هو اساسا مو صديقي، وانا حاكيت اخته قلت لها سمحيلي حاولت تدخل بالطيب شيء ما رفضت، خلصنا نقطة من أول السطر. أنا مرة أكبر منه يمكن 15 أو 16 سنة، فاضية هو تتحملها شيء ما تتحملها هلا، ما أتحملها أنا، مو منزومة في حياتي. في ناس يعني للستار عندي مشاكل، للستار عندي مسؤوليات، للستار اتحملها ما اتحملها مو ملزومه فيه. فراح ما اعرفها، بس اكتفيت ان المحتوى مو عاجبني، سكيتهم ام فولو وانتهى. تليفوني سكيته بلوك. ولو انا بتحكى هو اول مره كلمني شنو وزني عليه راح يزعل عقيل، بس لما الحين انا محافظه على المساحه هذه وعندي إثباتات، عندي إثباتات شيء كان يوزني على شيء على شخص مو زين. بس أنا عشان ليه من الحين لآخر مرة، هو غلط في حقي مرتين غلط في حقي. أنا المرة الثالثة أنا راح أشوف مني رد فعل مو حلو. أنا يعني ليه من الحين شاري خاطر شيء ما علي، لأن شيء ما علي رفيجتي، بس شيء ما علي ما راح تقدر تسوي له وايد، لا هو ولا غيره. ونغير الموضوع احسن. هلا بهل الجزائر. ما يازلي وايد المسافات. الله يحفظك ويحميك، الله يحفظك يا رب. ليش داشة عندي اللي ما تكلمي عن الناس؟ ما راح اشيل ولا بلوك انا صكيته حق احد، لا انستغرام ولا سناب ولا لوب، يغسل ايده. واللي راح ييلي من خلال برنامج ثاني ويقول لي انت صكيتيني بلوك في المكان الفلاني، اوكي ان شاء الله قريبا نخطف خلودي الصغيره، راح اصكه من البرنامج الثاني هم بلوك. اوكي تكلمت عنه البارح، موضوع بدر الماس وشوق، ما راح اتكلم عنه مره ثانيه. موجود تكتبي على اليوتيوب يطلع لك تردي. نانسي ايه التقيت فيها الطبيعه، حتى اللي عندي صوره لاقونها، عندي صوره لها معها صغيره، يعني عندي صوره وياها. أكيد فوق 10 سنين، يمكن صورة صغيرة 15 سنة. أول ما طلعت نانسي أول مرة تجي الكويت تلاقونها على الانستغرام، تلاقونها على الفيسبوك، موجودة صوتي وياها. كان اللقاء إعدادي. نانسي وايد طيبة على فكرة، وشخصيتها حلوة ومرنة وحبيبة في يعني بذاك الوقت من البدايات بنين بين أن خلوقة. شراج بنادين لبكي تقصدين مخرجة؟
نادين لبكي، مساء النور، وأنا بعد أحبك أنت. ما في مجال الصلح بينك وبين حسين المهدي؟ لأ.